أكثر من 900 حالة زواج في مصر سنوياً، وحالة الانتقال المستمرة بين فئات المجتمع جغرافياً واجتماعياً، بيعاني سوق العقارات من حالة تشوه حقيقية. سببها الرئيسي ارتفاع أسعار العقارات والدور المحدودة للدولة في توفير بدائل الإسكان الاجتماعي وانتشار العشوائيات وزيادة عدد الوحدات المغلقة. بشكل عام في طلب على العقار بيزيد عن 8 مليون وحدة سكنية في مصر، معظمها لفئات بتدور على سكن تبدأ بيه حياتها أو تنتشلها من الحياة في العشوائيات. ورغم أن الدولة كانت بتدعم الإسكان الاجتماعي والاقتصادي سنوياً، إلا أن الدعم فضل يقل ويتشعب لغاية ما وصل لأقل معدلاته في الموازنة الجديدة اللي اتمررت خلال الانتخابات الرئاسية، واللي بلغ فيها دعم الإسكان الاجتماعي ل 150 مليون جنيه، وده الرقم الوحيد الواضح في دعم الدولة للإسكان بخلاف الأسر الأولى بالرعاية ودعم التمويل العقاري. المحصلة إن أزمة السكن في مصر مستمرة مع زيادة سيطرة القطاع الخاص على الاستثمار في السكن لحوالي 70%، وانحياز الدولة للفكر الاستثماري في معالجة الملف الشائك، ده غير وجود تشوه في البنية التشريعية اللي بتنظم قوانين الإسكان، واللي معاها بقى فيه مجتمع بيعاني من أزمة فسوق فيه أكتر من 7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة. السوق بيعاني من طلب مفتعل صنعوا جشع الشركات وطمع السماسرة وغياب الدولة، وده السبب الرئيسي لارتفاع العقارات في مصر خاصة بعد انخفاض الدخول وعشوائية القوانين. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم حلقتنا في مساء الخير، ومستمرين في موضوع عاوز شقة. بس قبل بقى، بعد ما سمعنا عدد من ضيوف المحترمين، خلينا بقى نستكمل مع ضيوف محترمين آخرين يكملوا لنا الجزء الثاني من الصورة. برحب بالمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وبيقول لي أنا ما بسهرش بنام بدري بس مسهرين النهاردة، يوجد لنا حل ومنورنا. والأستاذ عمر عبد الرحمن أحد المستثمرين المشاركين في المشروع القومي للإسكان، وقلت له النهاردة بص هفتح عليك النار، لازم الشقق اللي بتبنوها دي ترخى شوية. والدكتور سامح البيطار أستاذ مساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان. برحب بحضراتكم جميعا، ونبدأ نطلع ورقة الأسئلة بتاعت مهندس صلاح. مشروع الإسكان القومي بدأ في 2005، تم مبارك أن طرح نفسه للرئاسة، المفروض كان ينتهي ب 2011 ببناء نصف مليون وحدة سكنية. تمام. حتى اليوم لم ينتهي هذا المشروع بشكل نهائي أو متكامل، والنهايات غير البدايات. إيه الأسباب؟ ونحي الثورة جانبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا المشروع القومي للإسكان زي ما حضرتك قلت كده كان بدأ سنة 2005، وكان مقرر له ينتهي في 9/2011. نعم. يعني هو المشروع شبه انتهى، ان كل الناس اللي تقدمت في المشروع القومي للإسكان تقريبا استلمت شقق. هناخد ارقام كم شركه مشاركه في المشروع؟ لا مش هي المشروع القومي للإسكان، عشان بس نوضح الصوره، ما كانش شركات بس. ما انا عارف كان في حكومه في وزاره الاسكان. المشروع القومي للإسكان ده كان عباره عن 7 أنواع من الوحدات. في نوعيات تمليك، وكان في نوعيات ايجار، وكان في نوعيات اسمها اولى بالرعايه، وكان في مشروع ابن بيتك كجزء من المشروع، وكان مشروع المستثمرين، وكان في حاجات اسمها الظهير الصحراوي او البيت الريفي في المحافظات التي زي لها زي الصحراوي. فالجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو الشركات ده، كل اللي اتعمل فيه حوالي 80,000 وحده من اجمالي ال 600,000 اللي تم تنفيذهم في المشروع القومي للاسكان. اما باقي الوحدات وباقي الانواع الاخرى فدي اللي ما كانش فيها مشاكل. يمكن كنت قاعد انا بستمع للاخوه في موضوع ابن بيتك، وعندهم حق تماما. وبعض الوحدات اللي في التمليك اللي هي كانت ناقصه مرافق او ما اكتملتش مرافق، ده بلا شك ده كان من ضمن عيوب ومشاكل المشروع القومي للاسكان. وده اللي النهارده الوزاره حاطه فيه برامج زمنيه انها تنتهي، في اجزاء تنتهي في 30/6 ان شاء الله اللي جاي، وفي اجزاء تنتهي في 30/9. يضاف الى ذلك ده عفوا ده المشروع ابن بيتك، مشروع هتدخل مرافق. انا بتكلم المشروع القومي للاسكان ككل، ما فيها من وحدات وما فيها من ابن بيتك، دول محطوط برامج زمنيه. في حاجات هتنتهي، مناطق هتنتهي في 30/6، وبالتحديد المناطق اللي فيها مشكله في ابن بيتك في 6 اكتوبر هي المنطقه 6 والمنطقه 7، ودول ان شاء الله مخطط لهم 30/6 و30/9 يكون منتهيه مرافقهم.
طب اللي بنين لحظه في ابن بيتك وضموا الجنينه لابن بيتك؟ لا ضموا الجنينه للمباني. لا هذه مخالفه ولازم تزال. مخالفه وتزال. تزال. ما ينفعش تقننها؟ لا ما ينفعش تقننها. طيب اللي بنوا ثلاث ادوار وجنبيهم بنين ست ادوار. ست ادوار في ابن بيتك؟ لا مش ابن بيتك، اسكان اخر. لا اسكان اخر ده موضوع تاني. طب ابن بيتك. لا هل نقدر ناخد دورين تعليه في ابن بيتك؟ لا. حتى لو الاساس خمس ادوار او ست ادوار. لا يا فندم الاساس مصمم على ثلاث ادوار. لا افرض انا رمي اساس 10 ادوار. لا يا فندم هو كان واخد النموذج بالكامل مصمم بيه الاساسات وباني على ثلاث ادوار. لا لحظه علشان ما فيش مايك بس عشان انت حضرتك النهارده واخد نموذج وداخل بشروط عارف ان انت هتبني ثلاث ادوار فقط بهذا بهذه الشروط بسعر الارض المحدد لهذه الشروط. فما ينفعش ان انت بعد ما تاخد الارض وتبنيها تعدل بشروط الشروط. معينه اعدل لك الشروط لان الاساسات كان ابن بيتك كان يعني للتسهيل على المواطنين كان بياخد نموذج مصمم للاساسات يعني الاساسات معروفه حسب طبيعه التربه. الثلاث ادوار لهم نموذج محدد حتى بالوان الواجهات فبالتالي ما ينفعش ان انا خالف. طب اللي بنى في الجنينه وضمها دي ما هو بقول لحضرتك هتزلوها ما ينفعش يقننها هتزال ما تتصالحش بخمس بواجي ما ينفعش تتصالح يا فندم لسبب. لا انا بسال الاسئله. لا ما ينفعش سأل. لازم المايك ما ينفعش نتكلم من غير مايك. طيب هل في زياره لارض الواقع وتشوف الناس؟ طبعا يا فندم احنا بنزور المواقع كل تقريبا رئيس الجهاز في المدينه المحدده بينزل المواقع الاكتوبر يمكن الوزير بيروحها مرتين في الاسبوع. طيب هتوقف اخد بس معايا مهندسه مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري. مساء الخير. نور يا استاذ محمد زي حضرتك. انا عارف مسهرك بس خلينا نتفق دلوقتي على الهواء. انت كانت سهره ممتعه واستمعنا للمشاكل كلها ويعني انا خدت بيها كده دونتها كلها بحيث ان احنا نقدر نرد عليها واحده واحده على الاقل ما يخص التمويل العقاري ان شاء الله. طيب اول حاجه قبل ما تردي حضرتك ضفت الثلاث الجاي ان شاء الله اكيد. لا ده هو الموضوعات كتير قوي فمحتاج طيب. حلقه كامله يعني اعتقد. وتيجي وترمي بياضك عايزين نحل المشكله ان شاء الله. لا في حاجات اخبار كويسه جدا وتسهيلات في الاجراءات كتير. انا سمعت مشاكل كتير في مشاكل كتيره من ضيوفي في يتعلق بالتمويل العقاري. عايز تعليق من حضرتك يعني كان في مبادره عملها البنك المركزي يمكن لسه برضو الضيوف مش على درايه كامله بيها هنتكلم عليها بالتفصيل لما اجي لحضرتك. مساله الاجراءات والكفلاء وانه لازم يكون موظف حكومه كل المشاكل دي يعني تعاملنا معاها احنا بقالنا يعني يمكن حضرتك كنت عملت مع حضرتك حلقه من سنه كده وتناقشنا في المشاكل دي وقلت لك ان احنا بنعمل على حاجات مع البنك المركزي ومع البنوك على اساس نسهل العقبات. تكلفه التمويل المرتفعه برضو كانت بتخلي القدره للمواطنين ضعيفه فبرضو تخفيض الفائده الكبير اللي حصل في المبادره هيخلي المقدمات اقل بكتير. مشاكل اخرى كتير طبعا سمعتها بس يعني ان شاء الله على وعد بقى تهيألي نناقشها في الحلقه كلها. انا متفائله خير النهارده الرئيس اللي كان مع محافظ البنك المركزي كلام برضو تطرق اعتقد لمبادره التمويل العقاري فان شاء الله يعني اعتقد الفتره الجايه هتشهد دفع للقطاع بما بقى فيه من مشاكل تشريعات مطلوبه عندنا اجنده كبيره في التشريعات حاجات ممكن تسهل لنا العمل والاجراءات. في قانون يمكن صدر مؤخرا قانون الاسكان الاجتماعي برضه صدر من حوالي اسبوعين كده تقريبا ده هيعمل لنا تسهيلات كبيره في مساله السماسره والمتاجرين ان الوحده ما ياخدهاش الا المستحق لو خدها واحد غير مستحق يبقى في تجريم وحبس سنه. يعني في خطوات كتير اتخذت وفي خطوات ان شاء الله نامل الحكومه القادمه يعني تشتغل عليها بقوه اكتر. مساله المرافق والحاجات اللي بيتكلموا فيها بخصوص تسليم الوحدات بدون مرافق والكلام ده طبعا احنا يعني مش هنسلم حاجه لحد الا اذا كانت مكتمله المرافق. يمكن المهندس صلاح قال انه احنا بنعمل زيارات للمناطق فعلا احنا يعني الاسبوع اللي فات كنا مع السيد الوزير في منطقه سته ابن بيتك احنا برضه لينا وحدات هناك في الصندوق. الاسفلت وصل تقريبا للمنطقه شغالين في الرأس هيكون في مشروع نقل جماعي من الهيئه يدخل الناس جوه يعني في اخبار كتير ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اشكرك مهندسه مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري هتنتظروا معايا زي ما انتوا قاعدين كده للثلاث الجاي. هي بتقول لك في تقليل للفايده هتحل مشكله الشباب اللي هم لا يعملوا في وظائف حكوميه هي الجزء المسؤول هتدخل مرافق يعني التمويل مش هيساهم فقط في التمويل هيحل مشكلة المرافق. هي قايلة ده على الهوا أنا هسجل ده ولما تيجي تشرف للتلات الجاي هزحولها قبل ما تتكلم. بص على عينك هتاجر. حاضر نبدأ بس الرجل الطيب خلينا حبة حبة عشان نحل مشكلة الجنينة خلاص. اللي بنا في الجنينة
مفيش بواجهة الدفع للحكومة رغم انها مزنوقة ملهاش حل. طيب يعني لو طلعنا شوية جبنا رئيس الوزراء ما ي... لما يعدل القانون بقى قانون 19 ويعدل التشريع ده يبقى لها وضع تاني. طيب. انما حتى الان نعم بدون تعديل ملهاش حل. طيب انت راضي حضرتك عن اسعار مشروع اسكان مبارك القومي لان ده اسمه يعني زي ما انا اتكلمت في الاول بخصوص نوعيات الوحدات. نعم. لا انا بتكلم على الوحدات اللي هي 63 متر نص تشطيب. الوحده بتتباع بكام؟ حضراتكم قلتوا بكام ولما انا اتصل بالتليفون انا بسمع اسعار تاني. ما انا هوصل لحضرتك اللي انت عايزه. اتفضل. كان في وحدات التمليك اللي كانت بتطرحها الدوله اللي كان بينزل اعلانات في الجرايد بدايه من سنه 2005 حتى اخر اعلان كان في شهر 3 2008. نعم. كان المقدم كام؟ 5000 جنيه. وكان القسط كام؟ 160 جنيه بيزيد 7.5%. ده تبع الحكومه. تبع الحكومه. طيب هذه النوعيه من الوحدات اتعمل فيها ما يقرب من 60% من المشروع. طيب لا 60% من المشروع. اما حضرتك اللي تقصد بقى محور المستثمرين. نعم. اللي هو تم تنفيذه اللي هي كانت الشركات حضرتك اكتوبر الله ينور على سيادتك ليه شركات كانت بتاخد ارض بسعر حوالي 117 شركه بتاخد سعر مدعم من الدوله 70 جنيه المتر 70 جنيه المتر بدون مرافق بدون داخليه مرافق. نعم. و بس انتوا بتوصلوا له المرافق على حدود الموقع. نعم. في بدايه المشروع ما كانش محدد سعر بيع الوحده. نعم. وكانت مطروقه للعرض والطلب. نعم. بعد الثورة تم تشكيل لجان وحددت سعر بيع الوحدة في كل مدينة. نعم. فبدأت سعر بيع الوحدة في مدينة زي مدينة 6 أكتوبر بتصل إلى 96,000 بدون تشطيب. كاش. كاش. نقدا. نقدا. وبتصل إلى 106,000 بتشطيب. كامل. طيب لحظة بس عشان نحدد حضرتك مسؤول وبتقول هذا الكلام. تمام. أي مواطن في مصر تنطبق عليه شروط يروح لأي واحد من المستثمرين هم 117 شركة جزء منهم موجود في حدائق اكتوبر يقول له ادي ال 106,000 سلمني الشقة متشطبة دلوقتي لو قال له لا يرجع لي يا فندم تجي لي هنا في البرنامج بالظبط كده وهجيب مهندس صلاح ونقعد مع بعض نقعد مع بعض انا مع تمام طيب انا عاوز افرق بس اكمل طب اكمل بس النقطة دي اكمل النقطة دي اكمل النقطة دي عشان نص التشطيب بكام؟ ب 96,000 نص التشطيب ب 96,000 اكمل النقطة دي هناك فرق ان انا بدفع ثمن الوحدة كاش وان انا باخدها بالتقسيط لو انا التقسيط يا اخوانا بيتحمل فوائد التقسيط ممكن توصل الى 200,000 200 واكتر من 200,000 300,000 لو انت بصت على عشيه سنه ده فوائد بنك الفوائد دي اللي بياخدها هي الجهه المموله البنك مش صاحب مش صاحب الشقه وهناك عشان اللي في لبسه عند بعض الناس قصه ثانيه بيقول ان الشقه النهارده 63 متر بتصل الى 200,000 جنيه هي فعلا اللي بيدفعه من جيبه 200,000 جنيه على مدار 20 سنه دي كده مشكله قانون البنك المركزي في تحديد الفائده بالظبط عشان كده الاسكان الاجتماعي الفايده فيه يمكن استاذه مي هتتكلم في الفايده فيه بقت 7% بدل 13.5% طب انت شايف 7% ده قليل قليل جدا قليل جدا 7% النهارده على مدار 20 سنه بفايده ثابته غير النهارده لما حسيتك بتروح تاخد قرض اي قرض من البنك من اي بنك النهارده بتاخده فايده كام كده طيب مهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي ده المسمى الوظيفي بيقول لك لو انت رايح على اي شقق بنيها مستثمرين انا اللي اعرفه في 6 اكتوبر وفي في مدينه طيبه في اسوان وفي في العاشر سعر الشقه 3 هي 80 متر صافي 63 متر نص تشطيب لو معاك كاش 96,000 لو قال لك جنيه زياده هتجي لي البرنامج هنا ومهندس صلاح هيشرفك عايزها متشطبه ب 106,000 هروح على بقى عمر عبد الرحمن احد المستثمرين المشاركين في المشروع القومي للاسكان اللي هو بقى بيبني ال 63 اللي بيبني ال 80 متر وواخد سعر المتر ب 70 جنيه بدون دخول المرافق. ازيك؟ الحمد لله. كسبت كام؟ لسه هكسب لسه هتكسب. طيب قول لي يعني ايه 63 متر يتباعوا بالاسعار دي؟ لا هو بداية أنا مش هقول 63 متر يتباعوا كده أنا عندي الرد وهقوله لا هي أنا من الناس المتضررين نفسيا مش ما يمنيش نفسيا أنت داخل تستحمل فلوسك اسمحني بس كسبان فلوس لا في إنها 63 متر
ليه مش 70 متر وليه مش 80 متر؟ يعني ليه الدوله حددتها 63 وانا متر؟ معاك في ده. ليه انا يقول لك ايه الناس لما تكبر هتنقل شقه تاني لا يعني. وغير كده انا اهالينا قعدوا في ال 50 متر لحد دلوقتي انا عندي شاب النهارده جاي يشتري الشقه دي النهارده هو وحده او عنده زوجه بعد كده عنده طفلين او ثلاث اطفال فليه 63 متر؟ ليه ما كانتش 80 متر؟ ليه ده دي حاجه يوميا انا بتعرض ليها ان عاوز 3 اور لا انت 63 خلص. متر ما بتقديش الغرض. وكان في ضحك على الدقون ويقول لك تعالى خد 63 متر 3 وصاله. نيجي للسؤال بتاع حضرتك نيجي للسؤال بتاع حضرتك 63 متر انا ببيعها بكام؟ 63 متر بتبيعها بالارقام دي؟ عفوا ببيعها بالارقام دي كاش لكن ما اقدرش ابيعها بالارقام دي مشطبه ولا بالقسط لاني لا ما هو بالقسط قلنا ده تمويل ولا متشطبه لاني ما اقدرش اشطب شقه مساحتها 63 متر ب 10,000 جنيه مستحيل. تشطيب الشقه عشان تكون ادميه ومعقوله تتكلف في حدود 18,000 جنيه. سعادتك فانا ما ببيعش متشطب. سامعك يا فندم. فانا ما ببيعش متشطب يعني انا ما تعرضتش للجزئيه دي ان انا ابيع متشطب لا انا ببيعها نص تشطيب. السؤال الثاني بقى السؤال الاول الاهم تكلفة الشقة عليا كام عشان انا ابيعها ب 96,000 جنيه؟ تكلفتها كام؟ الشقة تتكلف عليا 65,000 جنيه بالورقة والقلم. نعم. ليه؟ شوف طن انا عندي 65 متر تكلفة المتر 1000 جنيه. تكلفة المتر 1000 جنيه. شوف طن الحديد وصل كام؟ لا خلاص احنا عرفنا لك 65 وشوف لا ده في اشكاليه اكبر إيه؟ ان طن الاسمنت من في خلال ال 20 يوم زاد 100% بسبب جمله ان الحكومه هتزود الطاقه اسعار الطاقه فبدل ما كنت بشتري طن الاسمنت ب 480 جنيه وكان اقصى سعر ليه 520 النهارده ب 900 جنيه بس من يتحمل هذا انت تعمل صناعه او استثمار بتستثمر 65,000 بيرجعوا لك 95,000 لا لسه تكلفه ثمن الارض انت ما ضفتش تكلفه المرافق المهندس صلاح مشكوره تكلفتها كمباني لكن المهندس صلاح مشكوره قال ان انا بسلمها له غير مرفقه داخليا حط 200 جنيه على المتر كمان ترفيق داخلي 12,000 وحط كمان تكلفه ثمن الارض وحط ضرائب وحط عماله يعني انت عايز تقنعني ان انت طالع من المشروع ده 96,000 جنيه الشقه ما تكسبش الشقه فبتبيعها بكام بقى؟ انا ببيعها بكام؟ انا ببيعها ب 106,000 نص تشطيب نص تشطيب ولو في 1000 واحد عندك بكره يجي يشتري مني ب 106,000 عندي ب 106,000 الوحده نص تشطيب نص تشطيب ادي المسؤول ادي الجمل وادي الجمال هما بقى يصطفوا وانا كنت بتناقش مع المهندس صلاح قبل ما ندخل طيب. في ان انا ببيع ب 106,000 وبعدين هرجعك وهنتخانق النهارده في الاستوديو دكتور سامح البيطار نائب رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان لا مش نائب استاذ مساعد استاذ مساعد مساعد المركز القومي طيب ايه هو دور المركز اديني فكره عنه هو الحقيقه بس يعني ممكن نكمل في الموضوع اتفضل هو تكلفه الوحده الحقيقه كذا شق بيتحكم فيها اول حاجه سعر الارض الحاجة الثانية التنظيمات الفنية الخاصة بالموقع الحاجة الثالثة التصميم المعماري الحاجة بعد كده المصاريف الإدارية والأرباح للشركات نعم وبعد كده نوع الإنشاء أو نظام الإنشاء نعم عشان أخفض الوحدة لازم أمشي في كل المراحل دي من الأول سعر الأرض مش مفيش مشكلة بالنسبة لأراضي الحكومة لكن في بعض أماكن تانية الأهالي بيبقى عالي بيرفع قيمة الوحدة قوي الحاجة الثانية تصميم معماري بقلل التصميم كمساحة أي نعم بيشتكوا منها بس ده بيوفر شوية الحاجة الثالثة مصاريف الإدارية ودي رقم كبير سواء أرباح أو تأمينات أو ضرائب فلو ده خفض هيخفض الوحدة بعد كده نوع التشطيبات الحاجة الأخيرة اللي هو النظام الإنشائي وده اللي درسناه في المركز الحقيقة الموضوع كتكلفة وطبعا ده موضوع الحلقة بس لما درسنا في الأنظمة الجديدة مش لموضوع التكلفة فقط هي كان الهدف هو موضوع ارتفاع أسعار الطاقة حاليا في مشكلة في الطاقة على مستوى العالم بس عفوا دكتور سامح ارتفاع اسعار الطاقه ده مؤخرا تمام انما قبل كده وبعدين العمارات دي اتبنت من زمان برضه عشان نجيب من الاخر بس المشكله بتاع الاسكان حضرتك ابتدت من الخمسينات مع ده المشكله ككل في مصر فبقى اللي حصل ان بعد القطاع الخاص منع الاستثمار من الخمسينات نتيجه قوانين تخفيض الايجار وفتره الحروب من 65 ل 75 الدوله بطلت تبني منخفض التكاليف ولما حصل انفتاح الناس استثمروا في التصميم الفاخر فمحدش بنى منخفض التكاليف فدي مشكله عندنا طب دكتور سامح وانت موجود
ازاي اقول لصانع القرار؟ ازاي اقول للسيسي على طول كده ومحلم مع حفظ الارض؟ ما هي بقول لحضرتك كده. ازاي نعمل شقه؟ بس خلينا بس تمام. لو انت قاعد معاه دلوقتي وقال لك انا عايز شقه 90 متر اللي هي الثلاثة وصالة اللي اهالينا خدوها وقعدوا فيها وبسعر معقول والناس تبدا ده. لو الدوله ايه وفرت الارض مجانا وجي المستثمر بنى وسلم للحكومه والحكومه تبيع، يعني ده حل؟ ايوه بس هو في نقطه قلنا عليها اللي هي المصاريف الاداريه. المصاريف الاداريه دي بتوصل جنب اللي هي اللي شركات المقاولات بتعملها بتدفع يعني بتوصل على 30% 40% بتوصل على 30% 40% مصاريف اداريه اللي هي الارباح بتاع المقاول والتامينات والضرائب. دي طيب رقم هم كبير. عايزيني اطلع فاصل، هطلع فاصل قصير ولسه متواصلين معاكم، مش هنروح في حته النهارده.